معنا من كييف مراسلنا محمد زاوي. محمد، أهلا بك. لو تجمل لنا المشهد الميداني في أوكرانيا. أيضا كان هناك طبعا بعد حتى استهداف روسيا لأوديسا، أيضا كان هناك تهديدات بالانتقام من الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي بعدما قال أنه هناك استهداف أدى إلى مقتل عدة أشخاص بينهم طفل رضيع وشقيقته، وأيضا الوضع على الجبهة الشرقية كيف هو؟ نعم أحمد، في الحقيقة عودة ربما الاستهداف من جديد والتوتر إلى المنطقة الجنوبية لأوكرانيا بشكل رئيسي من خلال الهجوم الجديد الذي شنته القوات الروسية على مدينة أوديسا الليلة الماضية، وفي اليوم السابق أيضا استهداف منطقة خيرسون، الأمر الذي أدى إلى مقتل 7 مدنيين على الأقل في هذه المنطقة التي عاد إليها التوتر ربما منذ انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب قبل أسابيع، وبدء الاستهداف للموانئ الأوكرانية ولمنطقة أوديسا في العموم. طبعا الجيش الأوكراني أعلن بأن جميع الأهداف الجوية الروسية سواء الطائرات المسيرة التي زاد عددها عن 15 طائرة مسيرة ولثمانية صواريخ من نوع كاليبر تم إسقاطها في أجواء أوديسا، لكن ما يثير الرعب بالنسبة للسكان ربما المحليين هو شظايا الصواريخ وحطام المسيرات المتساقط الذي يؤدي إلى أضرار سواء مادية أو بشرية. في العادة هناك أكثر من 200 مبنى سكني وفق ما ذكرت السلطات المحلية قد تضررت نتيجة الاستهداف الروسي، هناك حرائق، هناك سيارات أيضا كانت مركونة في عدد من الأحياء تضررت أيضا خلال اليوم السابق. طبعا هناك فعالية ربما أثبتتها الدفاعات الجوية الأوكرانية خلال الليلة الماضية في هذه المنطقة. يأتي هذا وسط تحذيرات متزايدة هذا اليوم بإمكانية عودة الاستهداف الروسي إلى المنطقة الجنوبية في أوكرانيا. على جبهات أخرى الوضع لا يقل طبعا من حيث التوتر والاستهداف. مدينة كوبيانسك التابعة لمقاطعة خاركيف شهدت خلال الساعة الأخيرة استهدافا متجددا للقوات الروسية، ما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة عدد آخر من المدنيين وفق ما ذكرت السلطات المحلية، مع تواصل عمليات الإخلاء الإجباري التي كانت قد أعلنت عنها السلطات في منطقة خاركيف خلال الأسبوع الماضي. في الجبهات الأخرى خاصة إذا تحدثنا عن جبهة باخموت، تواصلت الاشتباكات بين القوات الأوكرانية وكذلك القوات الروسية خاصة على المحور الجنوبي لهذه المنطقة، برغم النجاحات التي حققها الجيش الأوكراني خلال الأسبوع الماضي من خلال تحرير مساحة تقدر ب3 كيلومترات. يقول الجيش الأوكراني أن هناك محاولات روسية لاستعادة تلك المناطق التي فقدها في الناحية الجنوبية لمدينة باخموت. طبعا ما زال الصراع يدور في 3 بلدات رئيسية في المنطقة الجنوبية، يبدو أن هناك محاولة لاستعادة ربما زمام المبادرة من قبل القوات الروسية، أيضا في أفدييفكا وكذلك ليمان في المنطقة الشرقية ما زالت تركز عليها القوات الروسية، وهناك اشتباكات وقصف متبادل على طول الخط الفاصل. الجانب الأوكراني ووزير الدفاع شخصيا اعترف بصعوبة المهمة التي تواجه القوات الأوكرانية في إطار الهجوم المضاد في اتجاهي بيردانسك وكذلك ميلوتوبل في مقاطعة زابوريجيا، أكد بأن هناك حقول كبيرة جدا من الألغام تصعب مهمة القوات الأوكرانية في هذه المنطقة. أحمد، صحيح، شكرا جزيلا لك. من كييف مراسلنا محمد زاوي.